السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلكم تمسكين، بشرح بسرعة اليوم عن طريقة أو واجهة الكي دي اي. طبعا واجهة الكي دي واجهة نظام، إذا كنت مستخدم تستخدم ويندوز أو ماكنتوش شيء طبيعي إنك ما تعرف شيء اسمه جلسات أو واجهات متعددة، لأن المفروض عليك واجهة واحدة. الواجهة عبارة عن نافذة أو الشيء يخليك تتمكن من الوصول للبرنامج أو الذي ما له دخل النظام، يعني ممكن تحصل هذه على أي توزيعة لينكس، على الفيدرا، على الأبونتو، على غيره. طريقة التركيب على أبونتو، إذا كنت على أبونتو، طبعا استخدم أبونتو حاليا، افتح سنابتك باكج مانجر، رقمك السري. أفضل شيء إنك تكتب كي أبونتو ديسكتوب، راح تحمل كي أبونتو ديسكتوب. إذا كنت على توزيعة ثانية اكتب كي دي إي بلازما ديسكتوب وحمل الكي دي إي بلازما ديسكتوب هذه. طبعا طريقة الدخول، تسجل خروج وتحصل من تحت الجلسة سجن، تختار كي دي إي. اذا كنت على بونتو الجديد في علامه ترسينه جيت تدخل، اضغط عليه واختر كي بونتو. بسم الله. خلينا نغير خلفيه، مثلا ديسكتوب سيتنجز. اذا سطح المكتب من هنا في خلفيات، ممكن تحصل خلفيات جديده. هذه ميزه الكي دي اي، انه تحمل اشياء كثيره بدون ما ادخل الانترنت. يعني تضغط على جيت نيو وول بيبرز راح يجيب لك هنا خلفيه جديده حسب التقييم، حسب التحميل او حسب يعني الاحدث. فممكن تحمل شيء معين من هنا بضغط بس انستول يبدا يحمل. اوكي خلصنا. تحصل الشيء هنا شو مكتوب؟ Linux is free، صح؟ Linux free. طيب في من هنا شيء انا استخدمه كثير، بس خلونا نتركه على جنب الحين. ممكن نضيف اشياء جديده على صفحه المكتب، مثل تضيف ساعه، ولا احد يتلقف ويضيف الكوره هذه. هذه الكوره تراك بتبلش، وانت قاعد تمسكها. يلا تحداك تمسكها. ايش من طنطن؟ ايوه تعالي. اوي خلونا قد يضيع وقتنا. المهم انا بالنسبه لي ما استخدم صفحه المكتب، هذا استخدم السيرش اند لونش. هذا شكله حلو، توصل البرامج بسرعه بس بضغطه واحده توصل البرنامج اللي تبي، برامج الانترنت، برامج الرسم اللي تبي. هذا بالنسبه لسطح المكتب. الشريط نفس الحكايه، الشريط ممكن تضيف له اشياء من هنا، ات ويدجت، وتبدا تضيف اشياء على الشريط، تحذف اشياء من الشريط، تتحكم بالطول بالعرض من هنا. بانل سيتنجز، بعدين تبدا يعني تطقطق عليه، مثلا تكبره تصغره او هكذا. في عندك الاعدادات العامه للواجهه الكي دي اي. خلونا نبدا من هنا، من الشكل. من هنا تحكم بشكل النافذ الداخلي، لاحظ. طبعا اي شيء تسويه تضغط ابلاي عشان تطبق. كلرز اللي هو لون النافذه الداخلي، افتراضيا انت عندك اللون هذا، اذا انت اول مره تحمل راح يطلع لك الشكل هذا. انا حملت هذا. طبعا منين تحمله؟ من هنا جيت نيو سكيمز، راح تحصل الوان كثيره. نفس الحكايه مع الايقونات، ممكن تعدلها من هنا والخطوط نفس الكلام. نرجع لاوفر فيو. عندنا اللوكيل اذا حاب تستخدم اللغه العربيه، طريقه تركيب اللغه العربيه تكلمت عنها كثير كثير كثير، موجود رابط تحت بالوصف عن طريقه التركيب. بس حط اللغه العربيه فوق. طبعا راح يكون عندك الشكل هذا، ان اللغه العربيه تكون موجوده هنا. نجيب اللغه العربيه هنا، بعدين ارفع فوق، بعدين ابلاي، راح ابدا استخدم اللغه العربيه. بالنسبه لي بخليه بالانجليزي. نرجع، وش عندنا بعد؟ عندنا يا طويل العمر ديسكتوب افكتس، اللي هن مؤثرات سطح المكتب. فممكن تدخل هنا تلعب بعض المؤثرات. لاحظ عند التصغير، لا صغرت يجي بشكل مصباح سحري ينزل تحت. ممكن تلغي الخاصية هذه. طبعا الخاصية هذه انا اضفتها قبل شوي، افتراضيا هو يجي بالشكل هذا. طيب ممكن تضيف بعض الخصائص، تلعب على كيفك. لاحظ انه في معاينة، ممكن تلغي المعاينة اذا انت ما حبيت المعاينة. طيب اوفر فيو، نروح مرة ثانية. الويندو بيهيفر ما راح نحتاجه كثير. ندخل هنا، اذا كنت حابب تسوي مكعب درجن درجن، يا عيني على درجن درجن. تمام، اللي عليك تسوي تضيف اول شيء اربع اسطح مكتب من هنا، ابلاي، بعدين تروح على السكرين ايدجز، تختار من هنا كيوب، عشان اذا مررت الماوس بالمنطقه هذه يطلع مكعب. ما ادري ليش ما ضبط، يمكن لازم استخدم سطح مكتب عادي. ما اعتقد يضبط، لان اللي قاعد اسجل فممكن التمرير من هنا ما يمشي. هذا عموما ما مشكله. فيه ميزه ثانيه اللي هي لو ضغطت على صفحه المكتب بالزر الاوسط راح يطلع لك ملاحظه بالشيء المخزن، الشيء اللي انت ناسخه.
نرجع نستخدم سطح المكتب اللي انا احبه، الورك سبيس اللي هو شكل ذا. هل انت بالنظام يكون نظام سطح مكتب او نظام نت بوك اللي هو صغير؟ فمن هنا تضغط على نت بوك يغير شكل النظام الى نت بوك اذا كان عندك شاشه صغيره او نت بوك صغير. الافضل تستخدم الشكل هذا لانه مخصص للنت بوك، ففي اشياء كثيره مثلا اخبار خرابيط تضيفها من هنا، من هنا ممكن تحصل على النوافذ بسرعه، فهذه زي ما تقول مصغره عشان تشوف كل شيء بسرعه. خلنا نرجع لاوفر فيو على بال ما يحمل. في عندنا الانبوت ديفايسز مهمه جدا، اذا انت حاب تكتب باللغه العربيه تضيف حط علامه صح هنا، اضغط اد، اختار اللغه العربيه، بعدين اضغط اوكي، بعدين راح ادفانسد، حط علامه صح برضه هنا، راح هنا اختار الت شيفت عشان تبدا تبدل اللغات بلوحه المفاتيح الت شيفت. طبعا سطح المكتب ممكن انك تبدل سطح المكتب بتحريك الماوس، فلاحظ اني قاعد جالس اقلب سطح المكتب من هنا او عن طريق الماوس. الى هنا ان شاء الله اني تقريبا غطيت الواجهه. طبعا في اشياء كثيره ثانيه ممكن انك تستكشفها بنفسك عشان الوقت. شكرا لمتابعتكم. اللي ارسلوا لي روابط مقالات اقتراحات من ذلك ترى كله شايفه وكله قريب، بس عندي الفتره هذه اختبارات يمكن ما اتاخر ما رد او شيء من هالكلام. شكرا لكم، واصلوا ارسلوا لاني بصراحه استفدت كثير من بعض الاقتراحات وبعض الروابط اللي ارسلتوها لي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.